السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسلمون الرائعون، الكويسون، الجميلون. سبحان الله، يعني احنا أحيانا بنضيع في كثرة الانتقادات للأخطاء، وكأننا ننظر لتلك البقعة السوداء في ذلك الثوب الأبيض، وأحيانا ننسى كثير من الخير. ولذلك كان لزاما أن نتذكر هذا الخير كله. لما نحكي احنا عن شوية أخطاء موجودة، كثير من الأخطاء الموجودة وكثير من الإشكاليات الموجودة، هذا لا ليس معناه أبدا أننا ننكر الخير الموجود في أمة الإسلام، بل علينا أن نشكر نعمة الله عز وجل علينا بذلك. أنت تجد اليوم المسلمين ما في زيهم يا جماعة الخير، ماشي في أخطاء في مشكلات، لكن ليس هناك مثل المسلمين في عالم اليوم، أفضل ناس، أحسن ناس على مر العصور. يا جماعة، أحسن ناس في كل شيء، في كل شيء. تعال احكي عن علاقتهم بالله سبحانه وتعالى، علاقة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، يدعو الله، يصلي، يقرأ كلام الله، هكذا المسلم. لا يعبد صنم يوصل له الكلام لربنا، ولا يعبد كهنوت، واحد بيروح بيعترف له عشان يغفر له، عشان لا 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 لا، علاقة مباشرة مع الله سبحانه وتعالى، يوحدون الله. صحيح بيسمع كلام أهل العلم، لأنه ربنا قالنا اسمع كلام أهل العلم في تفصيلات علمية وكذا، لكن العلاقة بالله سبحانه وتعالى ينظمها العلم. نعم، المسلمون رائعون في تعاملهم مع بعضهم البعض. أقول لك، المسلم حتى شو ما كان، بالأخير حتى لما بده يجي يحكي عن شيء في خطأ، بيجي أخوه المسلم الثاني بذكره، بيقول له اتق الله، ما بيقول له بس غلط واترك، لا لا، بيقول له اتق الله. أقول لك، لما يكون مسلم يغلط مع واحد ويظلمه مثلا، بيصير أخطاء بتصير، بيجي أخوه المسلم يذكره اتق الله في فلان، خاف الله في فلان. المسلمون يخافون الله سبحانه وتعالى. المسلمون في علاقاتهم، أقول لك، مع جسده مع نفسه، المسلمين بيحترموا أنفسهم، بيحترم نفسه. أقل ما فيها يا جماعة الخير، في عالم اليوم المسلمون يتطهرون، يعني ناس نظيفين، عفوا، بيروح على الحمام بيتنظف بعد ذلك، ما بيحتاج تحط له كاميرا مراقبة لما يكون شغال عندك في مطعم إنه غسل إيديه بعد الحمام ولا لا. المسلم طاهر تطهر، بل حتى الطهارة الحسية أحيانا ما بتكفي معه. بيقول لك، أنا مش بس بغسل، أنا بتوضأ، أنا مش بس بتحمم أنا بغتسل اغتسال شرعي، لأنه حتى الطهارة المعنوية لها دورها. المسلم هكذا، هكذا هم المسلمون. المسلمون رائعون يا جماعة الخير، والله العظيم هذا الخير في هذه الأمة، يعني سبحان الله. المسلم من روعة المسلمين يا جماعة الخير. قال العلم بيحكي لك، أنا أصدق العلم والعلم يتناقض مع الدين. لا أحد علاقته مع العلم زي المسلمين، ما في لف الدنيا كلياتها، هل تجد في الناس مثل المسلم؟ تجد مسلم مثلا يدرس هندسة، ولا يدرس فيزياء، ولا عامل يعمل في الفلاحة مثلا، ولا طبيب، تجد وهو يعمل في مهنته ويدرس تخصصه يحب العلم الشرعي ويحب العلم بالله سبحانه وتعالى وبأمر الله. فتجد مع مهنته بروح بيجلس في مجالس أهل العلم، بيطلب العلم، بيطلب العلم أونلاين إذا ما كان متاح على أرض الواقع، إذا مش على أرض الواقع بيروح بيسافر وهكذا، ويأتي بالكتب والمجلدات والمكتبات ويقرأ ويطلب العلم. ليش يا عمي المسلم؟ إيش؟ مين اللي جبرك تسوي هيك؟ ما حدا. إنما حبي للعلم وحبي للدين. نعم، في أمراض، في مشكلات، بس هذا هو الأصل. حدا بيدفع لك يا أخي المسلم لما تدرس زي هيك؟ لا والله، أنا بحب العلم، بحب تعرفت على هذا العلم فأحببته وقربني إلى الله سبحانه وتعالى. في هيك في العالم؟ المسلم لما يطلب طلب علم شرعي، ما في كنيسة تدفع له، قصدي مسجد يدفع له فلوس ويتكفله، بالعكس تجده المسلم المسكين يطارد ويحارب في لقمة عيشه وفي أهله وفي ولده وفي ماله، ومع ذلك يفعل هذا ويطلب العلم ويجاهد في هذا. مين جبرك؟ ما أحد. احكوا لي في ناس في العالم هذا كله علاقتهم مع العلم الذي يؤمنون به كمثل هذا. سبحان الله، هذول المسلمين. المسلمة تجدها مع أنه كل العالم يحارب العفة وبيقولها مشان الله تشلح وتزلط ويطلع بالشوارع، تجدها مسلمة عفيفة تحارب كل هذا، وممكن تتحمل الحر وتتحمل ضيق مع أنهم ضحكوا عليها في شغلة تظلي بالشارع واطلعي برا وحياتك في الشارع في الدراسة ومش عارف ايش وفي العمل ولكنها تقول بينها وبين نفسها، لئن ضحكوا علي بهذه لن اتنازل عن الحجاب الشرعي مشان اقدر اعيش بالجو الشوب يعني، بل تلتزم بحجابها وهكذا، مع بتقصير كثير من هون. لكن الفكرة ليش طيب هيك؟
هيك المسلم، هيك المسلم، هذول المسلمين، هذول المسلمين. المسلمون دماؤهم تتكافل. صحيح، صحيح، الآن مع الضعف الموجود المسلم يرى أخوه بالسودان، يرى أخوه بمصر، يرى أخوه في فلسطين، يرى أخوه، يرى إخوانه يقتلون ويذبحون ولا يستطيع حيلة، ولكنه يشعر مع إخوانه. بل المسلم يشعر مع البشرية ككل، يرى الظلم في الصين فينزعج، يرى الظلم في أمريكا فينزعج. هذا المسلم، هذا المسلم. المسلمون رائعون. يا جماعة الخير، كل كلامي هذا لنحمد نعمة نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فكل هذه الروعة في المسلمين. طبعا أنا هذا فيديو هيك عابر، كان خطرت لي الخاطرة، قلت أسجلها ثم لعلي أكملها لاحقا بتسجيل روعة المسلمين، لكن هذا الذي خطر على ذهني سريعا، هذا الذي خطر على ذهني سريعا. فتخيل لو بدنا نسجل ونكتب. ليش؟ لأنه لازم نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ولنعلم أن روعتنا كمسلمين في هذا ليست نابعة منا لأنه إحنا كويسين هيك لحالنا، يعني جوهرية فينا هي، بل هي نعمة الله علينا بالإسلام، هذا الإسلام الذي رفع الناس ثم هم بعد ذلك يخلدون إلى الأرض. وستجد صحيح المسلمين حلوين ورائعين وكويسين وكذا كذا كذا، لكن ستجد فيهم شوية إشكالات، في حب مظاهر هون، في تأخر زواج هون، في عبادة طواغيت هون، في نعم، وكلياتها شو سببها؟ البعد عن الدين. أما الحلاوة اللي فيهم والروعة اللي فيهم إنما هي من الدين. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يأخذ أن يأخذ الله سبحانه وتعالى بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم آمين. طيب، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.